السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد على قناتنا المتواضعة. اليوم سنقوم بشرح عملية تحديث متجر جوجل بلاي. كلنا يعلم مدى أهمية متجر جوجل بلاي، فهو يعتبر الشريان الرئيسي لنظام الأندرويد. فأغلب التطبيقات والألعاب تكون متواجدة في هذا التطبيق، فغالبا بعض الأجهزة يحدث أنه يكون تطبيق الجوجل المتجر إصداره قديم، فلا يعمل بالكفاءة المطلوبة. اليوم سنقوم بطريقتين لتحديث متجر جوجل بلاي. الطريقة الأولى هي عن طريق نفس التطبيق، نقوم بالضغط على التطبيق وندخل إعدادات، ثم نضغط على لمحة. يجب أن نقوم بتفعيل وضع المطور. وضع المطور نقوم بالضغط 4 ضغطات على إصدار متجر. أنا قمت بتفعيل وضع المطور مسبقا فلن يظهر لدي. بعد تفعيل وضع المطور نقوم بضغط ضغطة واحدة. نقوم بالرجوع الآن، إعدادات، إصدار متجر جوجل، ضغطة واحدة سيقول لنا أنه محدث، أنا قمت بتحديث المتجر من هنا. هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فهي عن طريق الإعدادات، نقوم بالضغط حول الهاتف معلومات البرنامج. طبعا هذه الطريقة يجب أن تكون حصرا على نظام الأندرويد 11. بعد الضغط على معلومات البرنامج نضغط على تحديث نظام جوجل بلاي. نلاحظ الآن جاري البحث عن التحديثات، وكونه قمت بتحديثه من قبل لن يتم التحديث الآن. فهذا هو كان شرحنا لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.